كل يعني كل مجموعة مثلا، لو احنا بنتكلم عن على الأرض منسق محافظة القليوبية على الأرض مثلا أستاذ فادي، احنا في زيه منسق بالظبط في الغرفة المركزية، بيبقى هو الضلع الأساسي في متابعة اللي بيحصل على الأرض وكتابة التقارير والكلام ده كله. فكل منسق على الأرض هو في ما يوازيه في الغرفة. طب ايه التقرير بقى لما بيوصلك التقرير بيبقى محتواه ايه؟ أنا كعضو متابعة في الملف نفسه بيوصل لي التقرير من فريق الرصد، بالتالي بنبتدي بقى نعمله تحليل، بشوف بقى المتابعة يعني بقارنه ما بين كمان عناصر الرصد اللي بتطلعه لي والبيانات اللي بتورد إليا من وزارة التضامن ووزارة التخطيط، وابتدي بنعمل بقى يعني نعمل مقارنة بقى، نظبط الدنيا، نشوف بقى ننسق ما بين الجهات المتعاونة، ننسق ما بين الوزارات، ننسق ما بين معوقات بنحاول ان احنا نلاقي لها حلول بالظبط في اي مستجدات بنوافي بها الجهات المعنيه علشان خاطر تقوم ان هي توجهها في اتخاذ القرار في المرحله اللي بعدها. بنحاول ان احنا نوحد الجهود وننسق بين الجهات. بنتابع بشكل دوري مع منظمات المجتمع المدني من ناحية أي معوقات بتتعرض ليها، بنتواصل مع الأهالي سواء عن طريق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق فرق الرصد على الأرض، بنتواصل معهم بشكل دوري علشان خاطر نبقى لمسين اللي بيحصل على أرض الواقع، طيب. مش مجرد تكليفات.